السلام عليكم شباب، معكم انا جيمس هنا من قناه ديفل ستيشن وفي جي اس. اليوم عندي لكم انطباع الشخصي عن لعبه جيتار هيرو اللي وقفت من 5 سنوات. طبعا لعبه لمحبي الموسيقى الصاخبه والغير الصاخبه، واللي يحبون يغنون ويعزفون على الطبل، وطبل ما يطبل يسمونه درامز، الجيتار والجيتار البيس، يعني ما ادري شو يسمونه بالعربي، طبله، جيتار الطبله، ما ادري بعد اسمه. طبعا جيتار هيرو راح ترجع بنسخه جديده تنزل على بلاي ستيشن 4، PlayStation 3، Xbox One، Xbox 360، Wii U من Free Style Games. طبعاً هي بيجي 12، يعني المفروض إنه 12 أو أقل، يعني تكون حق كل الأعمار. طبعاً لعبة هي شنو فكرة اللعبة؟ لعبة عندك جيتار وتتخيل واحد قاعد تلعب يعني أو قاعد تعزف جيتار صدق، وفي شاشة قدامك عندك تعليمات يقول لك اضغط على الحبات وسو يعني إن شنو تسوي عشان تفوز أو تحصل سكور عالي. طبعا هاي هو الجيتار اللي تشوفونه، صورته بتشوفون صوره في الفيديو، بتشوفونه قاعد نلعب احنا اللعبه الجيم بلاي، قاعد نلعبها صدق. طبعا شنو تغير في اللعبه؟ اول شيء تغير الجيتار، قبل كان في 5 حبات 1 2 3 4، خمس المفروض، خمس ان شاء الله اذا ما غلط، الحين صاروا 6، 3 تحت 3 فوق، 3 ابيض 3 اسود. فلما تلعب انت تلعب 3 اصابع، بتروح فوق تحت فوق تحت تت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 
ضافوها يعني في اللعبه غير عن قبل. هو انا ما لحد الحين ما شفت اذا في درامز, بس في غناء وفي جيتار, ما اللي بيضيفون هالشيء ثاني في المستقبل. بس فكره اللعبه انه في اغاني حقيقيه وانت تعزفها كانك انت صدق في اللعبه. طبعا الشيء اللي شفته انا في البرزنتيشن او العرض اللي راونه قال ان انت مثلا انت قاعد تلعب, قبل لما تلعب 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 وما تعرف تلعب وكله تغلط, كانوا يوقفون عليك الجيم. بس الحين يقول لك لا, احنا ليش الفائده ان نوقف على الناس اللعبه؟ ليش ما نخليهم يتعلمون يوصلون النهايه ويشوفون سكورهم كم؟ فاذا تغلط 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 ما راح يوقفون عليك اللعب وراح تواصل. الشيء الثاني بعد ان اضافوا فيه نفس بنقول تي في او تلفزيون, لما تدخل مثلا تدخل هاي المكان بيكون فيه اغنيه مثلا والعالم كلهم قاعد يلعبون هالاغنيه, فانت لازم تروح تطوف السكور مالهم مثلا تدخل مره واحده, وكل شوي يضيفون اغنيه كل شوي يضيفون اغنيه. وهاي اللعبه بعد بضيفهم فيها اغاني وايد, يعني اعلنوا تقريبا عن 100 اغنيه وقالوا لك بعد بيعلنون اكثر من 100 كلمه 200 300 اغنيه, يعني فيها وايد اشياء. اللعبه حماسيه حق اللي يحبون الاغاني والموسيقى والجيتار, يعني اذا انت كنت ما تحب هالاشياء يمكن ما تعجبك, بس اذا لعبت انت جيتار هيرو ولا قبل شنو كان رايك فيها؟ هل انت مدمن جيتار هيرو؟ هل كنت تلعب جيتار هيرو؟ لان في ناس يعني تشوفهم يلعبون جيتار هيرو في راسه ويقعد يلعب شلون صراحه فنانين, او يمكن لان حافظين كثر ما يلعبونه يلعبون او مدمنين. فانت اكتب رايك, هل لعبت جيتار هيرو القديمه؟ هل كنت مدمن؟ هل تعرف احد يلعبها؟ هل بتلعب الجديده؟ هل بتشتريها او لا؟ في الكومنتس نبي نعرف شلون بيكون وضعها في السوق, هل في ناس يحبونها, هل في ناس يبون يشوفون فيديوهات اكثر لها؟ اكتب في الكومنت عشان احنا نعرف ونعرف شو نسوي. هاي كان كل فيديو, لا تنسوا لايك وسبسكرايب, تابعونا على تويتر وانستغرام في تي اس. مع السلامه.